كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يمكن كان عنده سخرية من الأنباء اللي تحدثت عن وجود خلاف بينه وبين السويسري ريني فايلر، وأكد كابتن سيد إن كل الأنباء دي غير صحيحة بالمرة، وشدد طبعا مدير الكرة النادي الأهلي إن علاقته بالمدرب السويسري جيدة جدا وإن في احترام بينهم، وطبعا أكيد يعني ده باين وواضح يا كابتن سيد في الملعب، وما تلتفتش للحاجات دي لأن اللي واضح حاجة كويسة وخلاص. يعني أنا حتى كان رأيي إن أنت ما تردش على الأخبار دي، بس مش مشكلة.